الظهر. انا عيشت، انا شفت الموت انا عيشت. جامد العيش. جا جو العسل محمد. لا اكفد تسمحي لي حجيه. خلينا خلينا على البادجير. شو تقول البنت يوم على بيها؟ جيت قبل بيوم من يما العصر رحت لها لي. ايه عندي غزلات بدي اسديهن بصار. زين تسدينهن حتى تحوكين؟ بدي نحوكن قبل المراز. ها قبل ما يصير المراز. إيه؟ زراعه الشلل. ايه ايه والله جيت قال يا با الله يرحمه قال يا با شو البارحه جيتي واليوم رحتي. ايه قلت له يا با عند غزلات اسديهن والمراد جاء الحصاد. ايه قال لي روحي. سلمت عليه وجاوا جاي بالسياره وقبال بيت داوود حولني. ايه بس الساخه. ايه ايه انا دام الغزلات ما ادري شنو سديته بالصار. حجية شوية صوت حجية شوية على صوتك. جبت خزيزة تحوك ويا خزيزة مرت كشكول. خديجة مرت كشكول. خزيزة. ايه. شو اسمها؟ خزيزة. خزيزة. اي خزيزة مرت كشكول ام عبد الخضر. اه نعم. اي اي اه اي اشو سليمة مشينا. ايه عليها نوبة كل يوم الخبز على وحدة. اه على كثرة الخبز. ايه على كل يوم على وحدة والتنور عليها. ايه كل من تنور حماها لان كلاب حاشا قدرك ينبحن. لان يقول ام حماد جات ابن عمت لما طلعت كلابت ما رحت بيه. ايه ما تقدر تطرد كلاب منه هو خطار جاي. ايه ما تطرد. قالها خاله انا جايت من الحماية من اللي هيك قاموا يسوي. انا جايكم على بنت عمي ابوها مجن ويردونها. انا قال لي بعد قال لي ابوش مجن لو تحجي لو ما تحجي. يابا رحت وياه. رحت وياه والمضيف بالينا من ذا منك ايد هنا متروس على الصفح تنزل. ايه عزل متروس. ابن خلف العيا قال جتي جت بنت كبير. ايه قمت انا وقتي ما ادري شنو خذوا من عندنا ودوه البعقوبه قال لهم ما في فايده. ردي انا البيت ويلي. ايه جاءنا الخبر. قلت يا يابا من غباش ريك هم برابه. ايه يا ابو عبد يابا وصر التتن بردان ثوب. يا يابا مسوي على الدقمان ناب. ويلي عليهم ويلي. ويلي على الطيبين. ويلي ويلي عليهم يابا يابا. تبقى حياة ابو سعيد الله يرحمه. ودوا السيارات ودوا تركان عام. الله يرحمه برحمته الواسعة ان شاء الله. رحمته حجية عيني فدوى لعينك. قبل بيش ساعة تقعدين؟ يعني من قبل ما تطلع النجمة. النجمة؟ النجمة ما تطلع الصلاة. يابا يعني خلينا نقول بالثنتين ونص سنتين فجوري. ايه قبل ما يطر الفجر. قبل ما يطر الفجر اللي تقعد اللي تصلي تصلي واللي تخذ تخذ وتخذ كل من وحياتها شسمات عين من الفجر نقعد. ايه اكو مرض للظهر نايمة. ها يا الله بعد الفجر ما شقشق ولاح. ايه ها من الفجر تجي الماعتها. ايه ايه فلان عطها لي لخاسرة لو عبيتك لو عبيتك تخضين. ايه شو تسوين قعدات من الفجر ما تقولي لي شو تسوين؟ نخذ تخضن. نخذ شكا سقيان. 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 خضن بالسقية. اي نخذ بالسقيان. شيل السقية شنو؟ السقية مال جلد. السقية مال جلد مال ثور. مال حولي. مال حولي مال ثور غير؟ اي مال صخر مال صخر. اي. الحليبة غليلة مال صخر. محضرينه ومكملينه؟ اي مال صخر. اي. هذا اللي نخضه. هاي شكوى ذا مو سقية هذا؟ مبرد فوق الرواشن. على الروشن. نبني من هالروشن من هانا. اي. ونحط ال
نبردها ومي بارد يمها. الروشة نقدر نقول مدرج تخلون عالية مثل الرفوف. النوشة اي فوق النوشة غاطة ثريتها. النوشة نرميها نخض عبينا خضانا وشناها رحنا حلبنا صونا تن عجمة كل من مات مالاته حلبناهن وفوناهن ومشينا للحصاد. مشينا أم جاهلة تخلي جاهلها يا عمتها وتقول لها لميلي الشكاوة شكاوة معلقة لميلي ياها لا طيبة ساعة هاي شغلتنا عنا حجية لعد قبل حياة الإنسان عمل كلها عمل كلها عمل من الصبح لليل من الصبح لليل ها هاي شغلتنا قاضية من الصبح مثل هسد عليها النوبة شيمت هاي أم الخبز أم الخبز اي قضت شغل يعني ما تروح عن تجيبن من الفرن صمون اكو صمون قبل بعد شوي ليش ما تصمون وين؟ يعني على شو اسمه؟ على الخبز تنور طين تنور طين كل من عليها تكسر هذا التنور هي غصبا عليها تبنى تنور وتحط بدي كان تبنى منه اي بدي انا اي نقش كاسر كاسر من هنا لهنا نقشه عمود يجون الولد يقعدون هاي العصريه العصريه وترشن حتى يبرد ورشه خم يبرد اي وهذه ويجي الديوان يقعد يجي الولد تجي تقعد والهاون يدق اي الهاون يعني يدق لما كان عمي يهاون عنده يدق ولما راح هم يعني يدقون وراه اي هم يدقون يابا وراه اي ها انا دشيتك مثل الربعه اي الربعه العصر مثل قبل هسه قبل هسه الربعه تقصد بيها مثل الاستقبال حاليا اي الباقير هيك ودلال بي وهو الله يرحمه نايم هيك اي دنقت عليها حليتها وهبتها عمك لو والدك؟ عمي اي الله يرحمه إيه. قلت له صحت الهادي قلت له راح يتوفى قالت ما جيت قلت له دام مكاتب عيابه؟ اي جا هادي يركب جا هادي يركب إيه؟ هو سلم على الله سلم على الله عاد شالوا العصر خيل خيل قبل اي خيل ودوا الحمها نعم وكروا للسيارة ودوا للنجاة هاي قبل عيل هيك لما ما تخلف العية خيل مشت وراه حياة ابوي خيل مشت وراه تذكرين انت من ما تخلف العية الله يرحمه؟ اي يعني اذكري خيل كانت وراه سربة خيل؟ سربة لا شوية ولا انتيشة كل العشيرة اي جماحة حمد لا شوية ولا انتيشة ودقت لك من بيت هذا ولد جاي منه بيته بيت بوري من بيت واحد ما من بيت ضاح العبيد دقت الخيل لا شويه ولا انت ايش راحت ورا خلف العين الله يرحمه اي تلقينا احنا الاربعه نساوين؟ نساوين اي اي العداده تعد واحنا نطب شو تقول العداده ذاك الوقت؟ طبعا ما ادري ناس اي عشيوخ عشيوخ ايش قالك؟ من غباش رايكم برابا هم من غباش رايكم برابا إيه نفسها؟ اي تعيد هي عدادة ايه تلقتها شايلة البيرغ بيتها واحنا نلطم وياها ايه تلقينا جاي من بستان بيت كشكول جابوه دزينا الشيبان وراح الرحمة ربه الله يرحمه اي الله يرحمه راحت النساوين عاد عليها رحنا يا بقى مثلك الصيان يذبونها بالشب اي بيت عيال بيت عيال عين الزوجية اي هو مات الفجر ترى ما تنسمع صوتها الحجية اي علي صوتك اي مات الفجر انا يم اهلي صاح ابوي اي صاح ابوي قال له عزيز عزيز قال له ها قال له خلف العية توفى الله يرحمه شعلوا هبابية نار نار من الفجر اي اجمعوا الحطب من العربان وشعلوا الهبابية خلف العية توفى الله يرحمه توفى قبل ابوي اي هو يا عيني هيك قبل الشيخان تروح على خيل على خيل يحطونا على الفرس الفرس ويقود بيها ويودونا للناحيه تجي على السياره تغرون الفاتحه تجي السياره تاخذها وتروح للنبى هاي قبل هيك يا بعد قبل مثل هسه كلها تسمع وائلة مشاهدينا الأحبة كان لقاء ممتع مع الحجية أم عماد الله تحياتنا لكل واحد شاهدنا كذلك تحياتنا متابعنا العزيز الله.
محمد الوردي. شدونا عليك.